وسط صحراء كراكوم القاحلة التي تغطي نحو 70% من مساحة تركمانستان، تقع بوابات الجحيم التي اشتعلت فيها النيران قبل نصف قرن من الزمان ولم تنطفئ. إنها حفرة دارفازا، أحد أشهر وأكبر الألغاز القابعة في قلب قارة آسيا. الكثبان الرملية لصحراء كراكوم تمتد على مساحة 350 ألف كيلومتر، فلا شيء يغير منظر التلال الرملية سوى فوهة بركان دارفازا المعروفة ببوابات الجحيم التي تبعد 270 كيلومتر تقريبا عن العاصمة أشقاباد. لا تزال أصول هذه الحفرة غامضة والروايات حول تشكلها كثيرة، فبعض الجيولوجيين يرجحون تشكلها بشكل طبيعي نهاية ستينيات القرن الماضي قبل إشعال النيران فيها لمنع انبعاثات الغاز، إلا أن الرواية الأخرى تشير إلى تشكلها خلال عمليات التنقيب للخبراء السوفييت عن النفط والغاز في صحراء تركمانستان، عندما انهارت إحدى الحفارات واصطدمت بكهف ضخم للغاز الطبيعي تحت الأرض، ما أدى إلى تشكيل حفرة ضخمة يبلغ عرضها 70 مترا وعمقها 30 متر. ونتيجة لتسرب الغازات السامة فقد تم إشعال النيران فيها، ظنا من العلماء أن النيران ستنطفئ بعد أن ينفد الغاز من الحفرة في غضون أسابيع، إلا أنها ظلت مشتعلة منذ ذلك الوقت في البلد الذي يمتلك سادس أكبر احتياطي للغاز في العالم. الغموض الذي يكتنف بوابة الجحيم دفع العديد من العلماء والجيولوجيين إلى محاولة سبر أغوار هذه الحفرة، كان أولهم المستكشف الكندي جورج كورونيس الذي قام بأول رحلة استكشافية للحفرة عام 2013، أقدم فيها على اقتحام حفرة الجحيم المشتعلة مرتديا جهازا خاصا للتنفس وازيا مخصصا لعكس الحرارة مصنوع من مادة الكيفلار، وتم إنزاله للحفرة بواسطة حبل سميك مربوط بين الجانبين لتحريكه في اتجاهات مختلفة تحت إشراف فريق محترف بهدف التعرف عن كثب على خصائص الحفرة المتكونة من الآلاف من كرات النار، حيث قام بجمع عينات أثبتت وجود بعض أنواع البكتيريا التي تعيش في درجات الحرارة العالية. وخلال العامين الماضيين باتت تركمانستان تمتلك أسوأ رقم قياسي في العالم لتسرب غاز الميثان المتسبب بتسخين المناخ، وتزايدت دعوات إطفاء نيران الحفرة المشتعلة منذ نحو 50 عاما للحد من أضرار تغير المناخ. ففي عام 2022 طلب رئيس تركمانستان آنذاك قربانقلي محمدوف رسميا بإيجاد الحلول لإطفاء نيران الحفرة التي أشار إلى أنها من صنع الإنسان وتتسبب بخسارة موارد طبيعية ثمينة. ورغم عدم وجود سقف زمني لإخماد نيران حفرة دارفاز، إلا أن السلطات بدأت باستقطاب مستشارين وعلماء أجانب لإيجاد حل لإخماد النار. بوابة الجحيم مشتعلة النيران دائما، وباتت الحفرة التي تقذف الميثان واحدة من أهم المقاصد السياحية في هذا البلد الأسيوي الذي يقصده نحو 6000 سائح سنويا لرؤية النيران المتوهجة الناجمة عن أغرب وأخطر الأخطاء البشرية في الطبيعة، والتي تضيء سماء صحراء كراكوم القاحلة بمشهد نادر وفريد من نوعه.